السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام. معنا اللقاء الأسبوع المتجدد مع دكتور أحمد عبد الكريم محجوب، استشاري أخصائي النساء والولادة، رئيس قسم النساء بمستشفى بشوي، وهيحدثنا النهاردة في لقائه عن القيء أثناء الحمل. السلام عليكم يا دكتور. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهي القيء أثناء الحمل. طبعا كل السيدات بيشتكوا من حاجة مهمة جدا، وهي أول ما بيحصل الحمل بيبدأوا يشتكوا، يجي يقولوا أنا برجح كتير. نحب نطمنهم طبعا أن ده عرض موجود في تقريبا 50% من السيدات من القيء. الموضوع بيبدأ معاهم تقريبا من نص الشهر الثاني، وبعد كده بيختفي إن شاء الله تماما بعد الشهر الثالث. المشكلة القيء ان الست دايما بتبقى مش قادرة تاكل حاجة، في صعوبة في الاكل، كل ما تاكل حاجة بترجعها، القيء ده اكتره بيبقى طيب المشكلة بس في الشبكة، لان هنلاقي الصوت بيقطع شوية. طبعا الموضوع القيء ده بيبدأ تقريبا في نص الشهر الثاني، ومع نهاية الشهر الثالث او اول الرابع بيزول ان شاء الله تماما. علاجه طبعا، علاجه اهم حاجة بنطمن السيدة ان هي طبعا ده حاجة طبيعية جدا في الحمل، بيحصل تقريبا عند 50% من السيدات. طبعا بننصح بوجبات، عند دول ثلاث عمليات. طبعا وجبات خفيفة وسريعة، 4 أو 5، ده بيساعد شوية ان موضوع القيء ده يقل. بنديها علاج مضادات للقيء، وبنكتب لها الادوية المناسبة، وبإذن الله الامور بتتحسن خالص على نهاية الشهر الثالث. المشكلة الثانية اللي ممكن نشوفها، ودي بس مش بنشوفها في ستات كتير، وهي القيء المستعصي. القيء المستعصي ده، وهو طبعا بنعتذر عن انقطاع البث عشان الشبكة مش حلوة شوية عندنا في العيادة. في حاجة اسمها القيء المستعصي، ودي طبعا دي اللي نقلق منها، ودي القيء اللي لا يستجيب للعلاج. يعني الست تيجي ترجع نديها أدوية ونديها حقن وما بتستجيبش للعلاج، دي حاجة اسمها القيء المستعصي، يعني ما بتستجيبش للعلاج. طبعا دي ممكن توصل الست لمرحلة جفاف، ومتوصلها لمرحلة تدخل في غيبوبة أو في صدمة نتيجة لعدم، طبعا بترجع كتير فما فيش أي سوائل بتدخل في جسمها. علاجها بنعالجها ان شاء الله، بنحجزها في المستشفى وبنعلق لها محاليل لمده 24 ل 48 ساعة، وبعد كده ان شاء الله بتخرج من المستشفى كويسه. اهم حاجه بنطمن السيده ان طبعا موضوع القيء ده موضوع موجود عند 50% من الحوامل. اللي حملت قبل كده طبعا عارفه ان الموضوع ده، واللي لسه اول حمل ليها طبعا بنعرفها ان ده حاجه طبيعيه جدا في اول الحمل، وبنطمنها وان شاء الله باذن الله تقوم بالسلامه